منتدى الفنون البصرية هو مؤسسة غير ربحية، هدفها تعليم الفنون للأطفال والشباب. منعلم الأطفال والشباب عندنا فنون الرسم، فنون النحت، فنون الرسم على الزجاج، تصوير، فنون بصرية بشكل عام. ندخل معها تصميم، مبادئ العمارة. بتقدم للطلبة تشجيع على مدار الكورس أو مدار الفصل، بالإضافة هنا بتقدم لهم باستضافات فنية لكثير من فنانين أو كتاب أو روائيين أو ديزاينر، من خلال حصص إثرائية نظرية بتكون للطلاب أثناء التدريب، بالإضافة إلى شهادة مصدقة من التعليم العالي لما يأخذ خلص الست مستويات الأخرى، يعني مستوى 12 بيأخذ كمان شهادة تانية. تعلمت كثير من المنتدى، خصوصاً أني دخلته في عمر كثير صغير، وكنت من الطلاب اللي بحاولوا يطمحوا لأنهم يصيروا فنانين لما يكبروا، وكانوا كل الأساتذة بشجعوا كل الطلاب اللي هناك، وتعلمنا منهم كثير، وفي منهم فنانين لهلأ علاقاتنا فيهم كثير قوية. وزاد لي أنه صرت أحس أنه اللي أعطاني إياه المنتدى ممكن أنا أحاول أنقله لأطفال تانيين، زي ما أنا استفدت أن أقول لهم هاي المرحلة اللي بقدروا يستفيدوا منها ويطلعوا إيش عندهم هوايات، مهارات، إيش بدهم يعملوا ويطبقوا على الورق. يستقبل بستان الفن الأطفال من عمر 5 إلى 11 عام، ويتم تقسيم الصفوف حسب فئات عمرية. وتميز المنتدى بأنه بيقدم تخصصه وتركيزه على الفئات بما يناسب كل فئة عمرية، يعني ما بيقدر يعطي 5 سنين ل7 مثلاً نفس من 8 ل9. في بستان الفن يتعلم الأطفال الأساسيات من البداية. الفن لغة عالمية كل الناس بتفهمها. أنت بالرسم بتقدر تحكي قصة، تقدر تروي روايتك الفلسطينية، تقدر تحكي تاريخك. بعد كل الدروس وكل الشغل أو مسيرتي في المنتدى بطمح أني أصير فنانة معروفة، وخاصة أني بحاول دايماً أشارك في مسابقات، في معارض. رسالة المنتدى هي إيصال الفن لكل بيت فلسطيني، إيصاله من خلال الأطفال ومن خلال تثقيف المجتمع بأهمية الفن. نطلع إنه يصير عندنا فروع في الخليل، يصير عندنا فرع في نابلس، يصير عندنا فرع في جنين، وإنه المنتدى كمان يعمل تشبيك مع مؤسسات شبيهة في العالم.